بس شوي عشان أبلش التصوير. أحب أعرفكم على عدي خليفة من فلسطين، صاحبي أرجع لعمان، وهو موجود هنا. حكيت له تعال اطلع معي اليوم بالحلقة، بصير حلقة تحكي عن فرح. فرح عندها مبادرة اسمها وهبة فرح، بتساعد كثير ناس، وأنا اليوم استضيفها. عدي عبارة بس عن شخص زيادة بالمطبخ، وجوده حلو. فرح بدك تحكي أنت هلأ عن مبادرتك وأنت عم تعملي البرجر. فرح كثير إشي مهم أنا عشان بتابعها. فرح يعني يعني أخصائية برجر. عادي طلع على راح يطلع، انت راح تطلع على نتفليكس صح؟ في موقع في شكرا في في موقع اسمه نتفليكس انت طلعت عليه. بس احكي لي عن مبادرتك فرح. مبادرتي انت بلشتيها واي سنه؟ مبادرتي بلشت هاي السنه حلو بشهر 1. اوكي. وبلشت بفكره كثير بسيطه، انه انا عم بستعمل التواصل الاجتماعي تاعي الانستغرام عشان اقدر اوصل للناس واساعدهم واخذ مساعدات. ايش ايش وين وين انو مناطق بتروحي وايش المساعدات؟ انا بستهدف المناطق، يعني بستهدف سلط، اربد كمان. مين الناس اللي بتساعديهم؟ ايش بكون بدهم او ايش بكونوا محتاجين وايش انت يعني بتساعديهم؟ مصاري بتساعديهم؟ اسمع، هي جد كل مره قصه اللي بساعد فيها، يعني قصص يعني مختلفه. يعني في حدا مثلا ما عنده اسنان، عملنا له اسنان. في مثلا بيت رممنا بيت، مدرسه دخلنا مدرسه، جامعه دخلنا جامعه، قصص مختلفه. حلو. والتواصل الاجتماعي تاعي هو ايش اسمه التواصل الاجتماعي؟ هو اسمي فرح يعني مطاطا. اذا ناس اذا ناس بتحب تساعدك او شيء انت يلا انت اعمل تساعد بالهاد. لا لا انا نسوي بطاطا لانه علي هذا اخر شيء بتساوي. بلش بطاطا، جيب جيب. الناس بيحكوا لك عن القصه ولا انت بتحكي؟ هلا مرات ناس بيحكوا لي عن القصص، واغلب الاحيان نحن بننزل على المناطق بنستفسر عن القصص. ليش اكثر قصه اثرت عليكي؟ اكثر قصه اثرت علي كانت قصة سند وشيرين. هم كانوا بحرية ببيتهم وساعدناهم يدخلوا على المدرسة، ساعدناهم يتعالجوا. إيش الأعمار؟ سند 10 وشيرين 12. سند 10 وشيرين 12؟ وكيف وصلتي لهم؟ وصلت لهم عن طريق حدا، يعني حدا حكى لي عنهم، بعدين تعرفت عليهم. كان حلمهم إنه يكون عيدهم بمحل، يعني يحتفلوا بعيد ميلادهم. وحطيت هاي القصة، مين حابب يساعدني نحقق حلمهم يتحقق. وما بتصدق قد ايه كم من حدا حب يتبرع معنا، انه يحبب يساعد يجيب هدايا. عملنا له عيد ميلاد، ناس ما بنعرفهم اجوا على العيد ميلاد، تعرفوا عليهم، جابوا لهم هدايا. طوال السنة اللي بيكون عنده اواعي زيادة او اي شيء زيادة ببيته باخده ومنوديه للعيال المحتاجه، بتكون محتاجه هدول الاشياء كثير. حلو. مو زي السؤال، شف الخبز لما نحمصها على الغاز نفسه ولا نحطها بقلب؟ اسالني انا، انا خبيره البرجرز. اسالني والله اخت فرح الانسه. لو سمحتي وين نحط؟ اوكي اوكي تمام، بس هيك بس عشان تكون اوكي. وهذا بنحطه طب احكي لي عادي، مدام انت يعني ايش احكي؟ يعني احكي لي كيف وصلت لهلا انت بدك انت وين طلعت؟ طلعت على قناة صورت نتفليكس؟ فبلاش تعمل ستاند اب كوميدي زمان، وحكي معي نتفليكس وحكي بدي اعمل عرض ستاند اب كوميدي. فطلعنا اربع كوميديانز، انا وحبيبتي واختي روسن حلاق واصدقائي مؤيد نفيع ابراهيم الخير الله. طلعنا عملنا ستاند اب كوميدي، وعن طريق ستاند اب كوميدي حنطلع على المنصه ومنضحك الناس. استنى شوي، عندك الفرن لانه فصل عندي. سير ما تغش. ما عليك ما عليك، كملي كملي كملي. لو سمحت. وبس طلعنا صورنا نتفليكس والحمد لله. انا عم بدوي بالجبنه، بحب الجبنه. اسمعني اسمعني روب. هاي كملتك. هاي كملتك. يا تختار هاي. قبل انت رد علي، رد علي، فهمني فهمني. تفضل. يا هاي يا هاي. هو عم بعمل ثلاثة. شايف صراحة؟ واو. واو ولا مش واو؟ واو ولا مش واو؟ احكوا لي. هيك. واو. يعني وقف شعر بدني وقعدت محله. واو.
عظيم يعني عن جد عظيم. يعني إذا بحطوه برنامج فير فاكتور بعرفش إذا بقرب عليه. لا بمزح بمزح بمزح، بنطلع فاصل مش راح نعود. قديش بدك وقت تخلصي؟ أنا قربت أخلص. جاهزة تنصدمي؟ بس يلا واحد اثنين ثلاثة. هذا برنامج صدمي. اوكي منيح البرجر تاعتك. لا هاي بدها بدك تكريها على الكاميرا اشوفها. واو بس وحياتكم دمعوا عشان ريتنج. انت بدك تاكل صح؟ دمعوا عشان دقيقة شوي دقيقة عشان 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 اكون فير معك عشان اكون فير معك. بصير حطوا مشكلة كيف بدي اكل؟ هلا بورجيك كيف. هاي البرجر اضربي لي هاي، هاي بدك تاكل عضة منها، تعال انت صار لك ساعة بتحكي. بس شيلي هاي بدي اكلها كلها شو جبت عضة منها. زاكي البرجر تاعتك زاكية؟ كثير جد؟ جد باي. انا اكبر غلط عملته اني طلعت معي على الحلقة اليوم. أكبر غلط. بنت عندها مبادرة، مبادرة فرح وهبي فرح فرح. عن جد شكرا انك اجيتي. انا اسف اني جبت. بس اهم بس اهم شيء عادي ان شاء الله. اسكت شوي بليز اسكت. مبادرة فرح اللي بيحب يدعم فرح وبيحب يعمل مساعدات خير للناس للناس ويعمل جد فريق. الاخلاق اهم شيء. الاخلاق اهم شيء. مبادرة فرح وهبي فرح. مبادرة وهبي فرح مع فرح تلاقوها على السوشيال ميديا. اي واحد بحب يدعم برافو عليك فرح. ادعمونا على الانستغرام. فرحنا طالقه. ادعمونا على الانستغرام. بشوفكم حلقه جديده من برنامج شفنا على العميان. يلا باي 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 باي. كول 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 كول.